يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الانديا. في البداية طبعا عايزة أقول لكم وأقول لكل إخواتنا المسيحيين عيد قيامة مجيد، ودايما يا رب مصر في أعياد وفي محبة وفي سلام دايما. كمان كل الشعب المصري يكون بخير بمناسبة أعياد الربيع. طبعا بقى فريقنا بيواصل تدريباته النهاردة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، والمقرر إن شاء الله إن هي هتكون يوم الأربعاء اللي جاي على ملعب المكس في اسكندرية. المباراة دي طبعا كمان ميعادها اتغير عشان التعديلات اللي حصلت النهاردة. مباراة طلائع الجيش ممكن ان هي تشهد عدة تغييرات في التشكيل، خصوصا طبعا ان في عدد من اللعيبة بقوا جاهزين، خلاص جاهزين 100% عشان يقدروا يخوضوا اللقاء، منهم طبعا ثنائي حراس المرمى محمد الشناوي وشريف اكرامي. مباراة النادي الاهلي بقى اللي متفضلة لي في الدوري هي مباريات كؤوس، هدفنا فيها بس ان احنا نجمع الثلاث نقط في كل ماتش عشان نوصل لهدفنا وهو الدوري رقم 41. الحسبة بسيطة جدا جدا، يعني النادي الاهلي يفوز في كل ماتشاته يحقق بطولة الدوري من غير ما يبص لنتائج الفرق الثانية اللي طبعا منافسة لينا. نادي الأهلي بس طول عمره بيلعب على اللقب ومش بيهتم أبدا بنتائج الآخرين. كمان النهاردة هيكون عندنا جولة كبيرة في أخبار النادي الأهلي وفي كل اللي كتب عنه في الصحافة وفي المواقع وكمان في السوشيال ميديا، وجولة في الأخبار المحلية والأخبار العالمية. وهيكون كمان ضيفنا النهاردة وضيفكم أستاذ رامي رجب الناقد الرياضي في الدستور. والبداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين.